حموات أحب طفلك معلومات أوام ومن غير مقدمات. اسمع نصحتي دول يا بابا جن صحوي جن صحوي جن صحوي. طفلك في جيبك احتياط شريطين تلاتة مهديات، ولو ما مشيتش بالتعليمات انفد جلدك قبل ما تلبس في الحيط. البس في الحيط. دول يا بابا جن صحوي جن صحوي جن صحوي. خدلك في جيبك احتياط شريطين تلاتة مهديات، ولو ما مشيتش بالتعليمات انفد جلدك قبل ما تلبس في الحيط. البس في الحيط. البس في الحيط. كل البيت معاهم السي اي اي، ولا بندي ولا مستر كاراتي. بنت يا سناء تكون انت اللي وزيتي عليا. اعدم نظري ان كنت نطقت عليكي بحرف. اخص عليكي يا تفيده، بعد العشره دي كلها تظني فيا الظن ده؟ اصل ما حدش يعرف موضوع ابو المطامير غيرك يا حبيبتي. ايوه بس انت ما قلتليش قرايبك اللي في ابو المطامير دول اساميهم ايه ولا ساكنين فين بالظبط. عندك حق. شفتي بقى انك ظلماني؟ اخ بس الست اللي اسمها نور دي وديني وما اعبد ما انا سايباها في حالها. ده انا محضره لها ترتيب هخلي سجونك يا مصر تحكي وتتحكى عليه. ادخل. تمام يا فندم. خير يا شهوه؟ بوابه الامن اتصلوا وبيقولوا ان في راجل بره عند البوابه طالب يقابل سعادتك ضروري ضروري ضروري. يا رب استر. ايه اقول له يدخل؟ اه ما نشوفه عايز ايه. طب ممكن اطلب من سيادتك طلب تعتبريه يعني ثواب ثواب. طلباتك كتير اتفضلي. انا يعني بكلمك مش كالظابط والصول، لا انا بكلمك عشان عشره العمر وانك زي اختي يعني. والنبي بعد ما تخلصي مقابلتك معاه اديهولي اديهولي اصور معاه على الموبايل وافرز كل النسوان السكه اللي هنا. وانت انهي موبايل ده اللي هيجيب اتجاهات جسمك؟ ده انت محتاجه كاميرا عموله. يلا امشي من قدامي. تمام يا فندم.
احكي لك ايه عني وانا قبلك، احكي لك ايه عني وانا قبلك. كريم ناصف، كريم ناصف يا اخواتي. اعمل ايه في امانك؟ دي اكتر واحده متربيه ببنتي. ادخل. اتفضل اتفضل يا استاذ كريم. شكرا. اتفضل انستنا ونورتنا. سي. اتفضل يا استاذ. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ كريم المطرب الكبير. يلا يلا يلا، مش وقته مش وقته. تمام يا فندم. تمام تمام. امر. في الحقيقه يا فندم انا كنت جاي لحضرتك النهارده يعني عشان اتكلم مع حضرتك بصراحه وافتح قلبي. مفيش وقت تفتح قلبك. انت فين؟ ايه يا حبيبي، عملت ايه مع ماما؟ للاسف عملتني اسوأ معامله وشبه طردتني يعني، وما وافقتش طبعا ان احنا نتجوز. انا كنت عارفه انها هتعمل كده. طب واحنا نعمل ايه دلوقتي يا كريم؟ احنا ما قدمناش الا حل واحد بس. ايه؟ ان احنا نتجوز من وراها. استغفر الله العظيم، البت دي ليه كل ما بكلمها موبايلها مقفول؟ يا رب استر يا رب. الو، لو سمحت ممكن اكلم أمانة عبد الجبار؟ اه مدرسة العربي عندكم. معاك معاك. ايه؟ استأذنت ومشيت؟ امتى؟ طب مع السلامة. يا ترى راحت فين البنت دي؟ مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا حبيبي. أنا آخر حاجة كنت أتخيلها إن أتجوز عند مأذون. أنا كان نفسي أتجوز في دار الإفتاء. هنعمل إيه يا حبيبتي بقى؟ ما هو ما باليد حيلة. ما أنا كمان كان نفسي أعمل فرح كبير وأعزم كل أصحابي الفنانين والنجوم. وأنا برضو كان نفسي ألبس فستان أبيض بديل وطرحة تنزل على وشي وأنت اللي ترفعها لي. ان شاء الله يا حبيبتي حقق لي كل اللي انت عايزاه. يلا يلا ربنا يستر من اللي جاي ان شاء الله. مدام سعاد دياب بره، خليها تتفضل بسرعه. مدام سعاد اتفضل. حبيبتي يا حبيبتي. حبيبتي سلامتك. خطوه غاليه يا حبيبتي، كتر خيرك بعد الشر عليكي. اتفضلي. ده انا كنت هموت لما عرفت. الحمد لله سعاد. طبعا طبعا. عمر الشقي بقي، هي التجربه كانت صعبه قوي بصراحه، وانا مش صعبانه عليا غير الراجل السواق اللي راح في تيز ده. الله يرحمه ما تفكرنيش. الله يخليك يا انتصار، بيكتبي لي عنوان بيته عشان اعمل واجب مع اهله. طول عمرك خيره وبنت اصول يا سعاد هاني. انا بقى المره دي جايبه لك معايا حته هديه تحفه. لا بقى لا لا لا، حقيقي ده كده كتير. كفايه التلفزيون يا حبيبتي اللي انت جبتيه، صحيح من غير ترابيزه بس انا اتصرفت. لا لا لا، تلفزيون ايه، انا المره دي جايبه لك هديه متحركه. متحركه؟ هديه متحركه ازاي يعني؟ هوريها لك حالا. ثانيه واحده بس، انا عايزاكي تبقي مطمنه ما تخافيش يعني. ايه رايك؟ رايي في ايه؟ بصي بقى حبيبتي، دول اتنين من عندي انا من شركه الحراسات. اشطر واحسن اتنين عندي، مدرباهم بنفسي. يعني ايه رايك؟ عصفوره ووائل تحفه، دول اشطر اتنين عندي. بس انا مش متعوده. لازم تتعودي. لا يا حبيبتي، انت كده حياتك في خطر وانا ما عنديش غيرك، انت اعز صديقه عندي. ربنا يديم المحبه يا سعاده. هما بياكلوا ايه؟ لا 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 عادي، اي باتون سالي ساليزون، جاتو سواري، اي حاجه. عصفوره بيحب الجاتو سواري قوي. ساليزون؟ ربنا يخليكي ليا يا سعاده. اهلا اهلا.
هيناموا فين؟ جرى ايه يا انتصار؟ اي مكان عندك في الجنينه حبيبتي اوضهم في الجنينه عادي. ربنا يخليكي، طول عمرك طيبه وعظيمه، كتر الف خيرك. يلا يا حبيبتي، يلا يا عصفوره، استنوا بره. يلا. شو نسمه ما تسمعيش حتى صوت رجليهم وهم ماشيين، نسمه. على فكره سعاد، انا عايزه اعزمك على ندوه يوم الخميس عندنا في النادي. عايزاكي تتكلمي عن تاريخك وعن عطائك وعن رحله الشقه اللي انت شقيتيها طول عمرك. الله، دي حاجه تسعدني وتشرفني قوي يا انتصار، بس انا اهم حاجه بالنسبه لي النظام شكله ايه، الناس شكلها ايه. بصي، كريمه الكريمه، كريمت وهدوء وناس كلاسيك كده بقى ومحترمين، واهم حاجه في الموضوع كله النظام، نظام نظام نظام. انا احب قوي قوي بقى الحاجات دي. ميرسي يا روحي خالص. هيبقى يوم ايه؟ يوم الخميس. لو عايزاني اغير الخميس اغيره. نو 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 نو، الخميس بيرفكت، هايل، هاجي ان شاء الله. ان شاء الله. هم دول هيستحموا فين؟ في الجنينه برضو. اي خرطوم كده طخطخ. خرطوم. بوكس جاي لك يا حبيبتي. بوكس جاي لك. ها، بوكس جاي لك. ربنا معاكي بقى. بوكس جت في البوكس. اكيد معاه ولا لا؟ لا بجد. في البيت بقى بتتعاملي ازاي بقى بالبوكس؟ بتتعاملي ازاي في البوكس ده؟ يلا بسرعه، يلا كابي كابي بسرعه. اهلا اهلا، ازيك يا ضحى؟ عامله ايه؟ ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ ربنا يخليك. اتفضلوا معانا في البوكس الواتساب. شكرا، ده مريح جدا. شكرا شكرا. مع السلامه. مع السلامه. تحرين. محمد، اي مطب يقابلك خده، ارزعها عشان تتاخر تاني. اقفلوا الباب وراكم. حاضر يا مان. كلمتك على الموبايل، لقيت الموبايل مقفول. ايه، فصل شحن ولا البطاريه كانت مملحه؟ ده انا قلقت عليكي قوي. لا يا ماما والله، اصلا طول النهار كان عندي حصص، وبعدين عملوا اجتماع للمدرسين. وانا فاكراه عيب جهاز، اتاري عيب شغل. كنت مشغوله مع الصبوره. يا تلاقيكي تعبتي يا حبيبتي، ارهقتي قوي النهارده. والله فعلا يا ماما، انا تعبانه جدا لاني واقفه على رجلي من الصبح. ما هو التعليم كده يا بنتي، رساله ساميه. سيرك تقع يا ابو سامي. والله يا منمن يا حبيبتي، بتتعبي قوي. يلا يلا بينا. عندك حق يا عداله، اكل العيش بقى هعمل ايه؟ ماما ما حدش بياكلها بالساهل. بقول لك ايه يا ريا، انت وسكينه. نعم يا ماما. غير بسرعه عشان نتغدى. حاضر. جميل ده يا ست المأمورة، والله بيضلك في القفص يا اعتدال، وقت تخشي الأماكن الألاجة. ما شاء الله. الله أكبر. المرة الجاية هوديك الملاهي وهركبك الصاروخ. اقعدي. ما نحرمش منك يا ست المأمورة، تصدقي بالله أنا كان نفسي أركب الصاروخ ده من أيام المرحوم. ده هي تاخده. خلاص بقى، أنا جايباكي هنا عشان الموضوع اللي عايزة أقوله لك، مش عايزة جنس مخلوق يعرف عنه حاجة. عيب يا ست المأمورة، ده أنا اختمت برقبتي، وبعدين ده أنت مجرباني اسرارك كلها معايا في بير ملوش قرار. بير يا خوف البير يطلع زير. لا ما تخافيش، انا اخدمك برموش عينيا يا غاليه، بس انت اموري وانا نفس. انا لولا اني عارفه ان مناخيرك في الشمشمه اجدع من اي كلب وولف في الداخليه ما كنتش كلفتك بالمهمه دي. يا سلام عليك يا ست المأموره، زين ما اخترتي. هولمز هول. عادي عادي، ركز في شغلك انت. اعتدال. نعم. ركزي معايا. عناية يا ست المأمورة. أنا عايزاكي تراقبي بنتي أمانة. يا مصرتي يا ست المأمورة، أراقب أمانة بنتك؟ يسعدنا ويشرفنا إنه يكون معانا النهاردة سيدة من أهم سيدات مصر. هي سيدة مفخرة لكل المصري.
أنا؟ أنت مفخر؟ من فخر يعني، من فخر، فخر السيدات مصر، السيدة سعاد دياب. هي الحقيقة سيدة الواحد يفتخر إنه يعرفها، عملت أعمال كتيرة جدا ونجحت في مجالها جدا، والحقيقة كانت أقوى وأنجح من الرجال. الحقيقة النادي بيفخر وبيتشرف بانضمام الأستاذة سعاد دياب لعضويته، وإحنا النهاردة هنسمع منها نبذة عن سيرتها الذاتية علشان نعرف أكتر الأعضاء بيها. ميرسي. ميرسي قوي على الكلام ده، ولو إني حاسة إن هو أكتر من حقي. ميرسي مدام انتصار، ميرسي مدام شهيرة. أنا ما عملتش يعني حاجة كبيرة قوي، أنا مجرد ست حاولت إني أثبت نفسي في عالم التجارة وإدارة الأعمال. إيه برافو، الحقيقة إحنا مفخورين بيكي قوي. لكن انت تقدري تحكي لنا عن نبذة عن حياتك؟ ايه نبذة؟ ايه حتة بدأت بشكل بسيط خالص، متواضع، في محل صغير. موبايلات؟ لا، ما كانش في وقتها موبايلات. كنا بنبيع ايباد. يعني ايه ايباد؟ ما علينا، كنا بنبيع أدوات كهربائية، بوتاجازات، مراوح، راديو. لا بقى انتي زودتيها قوي، وعايزة حد يوقفك عند حدك. انتي بتكلميني أنا يا مدام؟ أيوة بكلمك انت، أمال بكلم مين يا شايبة يا عيبة؟ خطفت الرجالة ولا انتي فاكرة أنا مش عارفة كل فضايحك اللي النادي كله بيتكلم عنها؟ يا مدام عيب تتكلمي مع واحدة في سن والدتك بالطريقة ديت، وهي محترمة سن ولا مش سن؟ وبعدين انت بتتكلم ليه أصلا؟ انت عارف ايه عملت ايه؟ إلهام خلاص يا حبيبتي، الناس بتتفرج علينا. يا أخي كلم مراتك اللي طايحة فينا ديت. تتدخل ليه؟ بتدخل ليه؟ أنت في نادي هنا، مش شادي أدب، مش هتكلم بالأسلوب ده. روح اجري. أنت عارف ايه عملت؟ هو في ايه انتصار؟ مفيش واحدة قلبت جوز واحدة عادي. حالتي انا مش شايفه ان هنا كويس. استنى انا اسفه قوي يا سعاد، اول مره تيجي يحصل لك كده. سعاد انت فقدتي النطق ولا ايه يا سعاد؟ بجد احنا متاسفين جدا، بس احنا اتشرفنا جدا بوجودك معانا، دي فرصه سعيده والله. سعاد اجروا قبل الجماعه الارهابيه ما يجوا. يا فندم انا كنت من يومين كده بزور واحد صاحبي في اسم 6 اكتوبر، زميلي يعني في الاسم، قال لي على حاجه غريبه شويه. حاجه ايه؟ قال لي ان بنت سيادتك الانسه امانه اتقفشت في قضيه سرقه قبل كده، وان حضرتك اتصالحتي مع صاحب المعرض. ايه هو الجو قفش ولا النسور طارت من على كتافي ولا ايه؟ مش عارفه الحته دي بحس فيها كرشه نفس. الحته دي الحته انا عارفها. أمانة لا مفيش حاجة، دي كان سوء تفاهم كده. لا أصل هو أكد لي إنها اتقفشت متلبسة. قلت لك سوء تفاهم، أنت عايز إيه بالظبط؟ ولا حاجة، أنا بس كنت جيت من فترة كده طلبت إيد بنت سيادتك، فأنا جاي النهاردة عشان أسحب طلبي وأعتذر. نعم 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 نعم، طلب إيه يا أبو طلب أنت؟ وإيد إيه اللي أنت طلبتها؟ وحد كان وافق عليك أصلاً؟ فين إيدك دي؟ إيدك دي تشحت بيها؟ انا بناتي متربيين احسن تربيه، انت فاهم؟ واضح سيادتك يا فندم. لا ده انت كده تجاوزت حدودك، شد اجزائك واتكلم مين انت بقى. امانه بنتي دي احسن بنت ممكن تشوفها متربيه في العالم ده كله، الامانه قالي امانه واخده كل الحنيه، انا كنت متفرغه لها مربيها احسن تربيه. انت كل ما تجيلي تعصبني. نعم ايوه ايوه يا اعتدال. الحقيني
الأنسة أمانة طلعت عمارة فيها شقة مشبوهة. مش سامعاكي، عندك دوشة، علي صوتك يا أختي. بقول لك شقة دعارة، دعارة يا ست المأمورة، وأنا واقفة قدام العمارة. في حاجة سيادتك يا فندم؟ مغارة إيه يا فندم؟ أصل أمانة يعني كانت اتقفلت عليها المغارة، قصدي ركبة المراجيح بتاعت علي بابا واتقفل عليها المغارة. اقعد يا أحمد بيه، تحب تشرب إيه؟ أجيب لك حاجة؟ أنا رايحة وجاية على طول. ها، أنا بحبك أوي وبحب دخلتك. على دخلتك، دخلة سودة يا رب، دعارة. وتقول لك أنا كنت متفرغة لها. ما البنات الباقية عاملة إزاي؟ الحمد لله، الحمد لله. هنا هنا كفاية 20 ساعة لما توصلني. اعتدال. أنت متأكدة إن البنت هنا في الشقة؟ طبعاً متأكدة يا ست المأمورة، ما أنا سألت البواب وجرجرته في الكلام، قال إن في الدور الرابع في شقة مشبوهة شمال، شقة بس بعارف. خلاص، فين البواب؟ رحت راح يجيب سجاير يا ست المأمورة. اقعدي أنت استنيني في البوكس. حاضر حاضر. أنا همشي أنا بقى عشان اتأخرت، ولو عوزتي أي حاجة كلميني على الموبايل، بس لو اتصلتي وكنسلت عليكي اعرفي إن ماما قاعدة جنبي، ماشي؟ طيب يا حبيبتي، طيب. باي باي، مع ألف سلامة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. افتح بوليس، مكان كله محاصر. طيب طيب يا اللي بتخبط. لا ده مين؟ نور؟ مين؟ الدكتورة سميحة الزخاري؟ والله يا مشمهندسة، المزرعة كلها كانت مظلمة في الفترة اللي غبتي فيها عنينا. ربنا يخليك يا زكريا. ده حسنين ابن العمدة كان قلقان عليك قوي. والله فيه الخير. ده شاب مؤدب ولبس ونزهي. ياه، كل ده باين عليك بتعزه قوي يا زكريا. وهو كمان بيعز حضرتك قوي يا مشمهندسة. مدام بتعزه قوي كده، عايزك تقوله ان انا اتخطبت عشان يشيلني خالص من دماغه. يا سنة سوخة، اتخطبت؟ بتقول حاجة يا زكريا؟ لا 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 لا، بقول يا ألف بركة، يا ألف بركة، ربنا يبارك يا ستي الكل. راح عليك ذكر البط وديك الرومي يا زكريا. الحمد لله الحمد لله. بقى البنت بتتعالج عندك طول الفترة دي وانا معرفش؟ وانت ايه حكايتك بالظبط؟ ازاي تبقي عارفه ان بنتك عندها المرض ده وما توديهاش تتعالج؟ لا، مين قال كده؟ انا بس كنت بعالجها، بس من وراها. اصل انا كنت خايفه من الفضيحه، يعني كنت بكلم الدكتور في التليفون واشرح له الحاله وهو يقول لي اعمل ايه، بس واضح انه في الاخر طلع دكتور اصابات ملاعب. بس اصل انا يعني خايفه من الناس ومن الفضيحه يعني يا دكتوره. ولما بنتك تسرق دي مش فضيحه؟ ها، انا ما بسيبهاش تمشي في حته لوحدها، رجلي على رجلها. طب اهي سرقت بقى وراحت الاسم، ازاي الحال بقى؟ الاسم ما تفكرنيش، ده انا كنت عامله زي العيل اللي بيسنن، عمال اسخن وعمال اسقع. عندك حق، عندك حق. وبعدين انا عايز اسالك بقى، ايه اللي انت عاملاه في البنات ده؟ قافله عليهم قوي كده ليه؟ مفهماهم ومخوفاهم من الرجاله، كان الرجاله دي ذئاب بشريه. يا ريت ذئاب بشريه، ما كنتش خفت. الرجاله عامله زي البراغيث، يلدع الواحده اللدعه تخليها تنط في السماء وفي الارض وتقعد تحك ظهرها في الحيط. الراجل من دول ما يهمش غير لما الواحده تفركه كده بصوابعها. لا 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 لا، ما فيش احسن من الرجاله. وبعدين انا عايز اسالك بقى، هتفضلي مقعده البنات حواليكي كده لحد ما يعنسوا؟ يا ريت يعنسوا احسن، ده الراجل في البيت عامل زي الصداع على القفا، يخلي الواحده راسها تتقل كده ويبقى نفسها يغمى عليها. ما يمكن يا اختي كانت حامل. حامل ايه؟ هي لسه اتجوزت؟ ايه يا دكتوره؟ قولي لي يا نور، انت مريتي في حياتك قبل كده
بتجربة عاطفية فاشلة. ها؟ ها ردي. ألو. يا حول الله يا رب. طب اتأخرت كده ليه؟ يا ترى إيه اللي حصل؟ يا رب هات العواقب سليمة يا رب. عارفة وأنا طفلة أبويا كان شديد قوي. أبويا كان نفسه في ولد، وجيت لنا بنته الوحيدة بنت. كان بيعاملني في كل حاجة على إني ولد، وسماني نور. بس أنا جوايا كانت البنت بتصرخ، أقول أنا بنت يا جماعة. جبت عروسة صغيرة وخبتها في الجنينة، كنت بلعب بيها من وراه، وكنت بروح عند جارتنا سعدية. آه سعدية ست طيبة قوي، فاكرة شكلها، فاكرة كلامها وضحكتها. كنت بطمن معاها قوي، كانت تقعد تلعب معايا بالعروسة. كنت بحس إنها محتاجاني مش أنا اللي محتاجاها، علشان يا حبيبتي كانت ما بتخلفش. وفي يوم سمعنا سعدية بتصرخ وبتزعق، جوزها اتجوز عليها عشان ما بتخلفش. قالت له طلقني، راح بطلقها. سعدية اتغيرت قوي، كانت ماشية في البلد تايهة. وفي يوم أنا وأمي الله يرحمها قاعدين، سمعنا ناس بتقول الحقوا الحقوا، جرينا على بيت سعدية. لقيت النار مولعة في سعدية، رمت على نفسها جاز وحرقت نفسها. بقيت أبص لها وأنا عيلة صغيرة، ونفسي النار تتفي ما بتتفيش. النار ماسكة في جسمها وهي عمالة تبصلي بتبصلي، عايزة تقول حاجة بس أنا مش فاهمها. فضلت النار جوايا وصورتها جوايا أحلم بيها، لغاية اتخرجت من كلية الشرطة وشغلي بقى في السجن. السجن عالم تاني، عالم كرهني في الرجالة أكتر وأكتر. واتقابلت أنا وعبد الجبار، قلت أهو ده الراجل اللي هيشيل التراب اللي على العروسة. فرحت بيه وعشت معاه، عشت معاه وخلفنا 3 بنات زي العسل. كان حلم جميل قوي. كفاية بقى يا اختي، أنا اللي تعبت. اكتشفت إن أنا عايشة في وهم. يا بنتي أنا تعبت. سيبيني أكملك، سيبيني. كان وهم وكذبة كبيرة كبيرة كبيرة، كان تاج المخدرات. على فكرة انت رحتي فين؟ مش لازم تسمعي مأساتي يا دكتورة. يا دكتورة طب اخد ايه؟ طب اروح ولا اروح فين؟ اروح فين؟ تروحي انت قاعدة كويسة. يعني هفضل قاعدة كده على طول؟ ما تخافيش يا حبيبتي، بس لازم تجيلي جلستين في الأسبوع. طب أنا عندي إيه يا دكتور؟ مش على طول كده. أيوة يعني عندي مرض خطير، يعني أنا هعيش ولا إيه؟ حالتك دي ما مرضش عليا، أنا هراجع تاني نفسي في الكتب. طب على راحتك يا دكتور، بس عشان خاطر اوعي اوعي تقولي الأمانة إن أنا بجيلك. البيت هتقول لاخواتها ويقولوا عليا مجنونه ولا حاجه. لا يا اختي ما اقولش ابدا. طيب. مش هقول، يفتكروني مجنونه. ما تقلقيش يا بنتي انا هعالجك.
مدام انتصار، مدام انتصار، الامن بلغني اني امجد بيه الحرطه ليه حضرتك طالع. اقبضوا عليه. ايه؟ خليه يطلع، خليه يطلع، اتفضلي. بقول لك ايه؟ نعم. ايه طريق حضرتك دي؟ اولا انا اللي مطلقه، انا اللي سايباه، انا اللي خلعاه، يلا اتخلعي من قدامي. طليقك. صباح الخير. اهلا. امجد بيه الحر بحاله هنا. يا سلام، ده ايه البركه، ايه الخير اللي انا فيه ده؟ ايه رايك انت في المفاجاه دي؟ وحشه زي الزفت. ليه بس يا ام العيال؟ ايه ام العيال؟ بلدي بلدي بلدي، لسه زي ما انت، ما فيش فايده، حاسس انك بتكلم ام احمد. طيب دلوقتي انا جاي لك يا انتصار بشان عمرو ابننا. الولد يا حبيبي صعبان عليا جدا، عايزين نخطب له بقى. يبقى انت ناوي تجوزها له؟ ايه اجوزها له دي؟ وبعدين احنا مش متفقين انا وانتي على كل حاجه قبل كده؟ ده كان زمان في الاول قبل ما اروح للست دي وتهزقني ام لسان طويل. طيب ايه رايك بقى اللي يخليها تعتذر لك وتبدي الندم وتبوس القدم على غلطتها في حق ها في حق مين؟ خلاص يا ستي بضحك معاكي. ايه رايك بقى اللي يخليها تعتذر لك؟ وهيفرق ايه معايا؟ على رأي المثل، بتشتمني في الشارع وتيجي تصالحني في زنجة، إلهي تتزنج جمان وكمان يا قادر يا كريم. طيب إيه رأيك بقى اللي يخليها تعتذر لك قدام مصر كلها بل قدام الوطن العربي كمان؟ إزاي؟ هتجيلك القناة وتستضيفيها وتعتذر لك على الهوا. يا سلام بالبساطة دي، وهي هتوافق على كده إن شاء الله؟ سيبيلي الموضوع ده انتصار. إيه؟ مش هتطلبي لي حاجة؟ لو أنت مش مستعجل؟ لا. لو أنت ما وراكش شغل؟ لا. عايز إيه؟ حاضر هطلب بس من غير ما تمدي إيدك. يا ريت كوباية شاي وعلبة سجاير من نفس النوع اللي كنت بشرب منه. هو أنا خلعتك من قليل؟ متشكر قوي يا مدام نور ان حضرتك قبلتي دعوتي. مع ان النهارده عندي بطوله نهائي الاسكواش للسيدات في السجن، بس ذوقك خلاني ما قلتش لا. الله يخليكي، اتفضلي. شكرا. انا متشكر لذوقك ورقتك وجمالك. جمالي؟ اقعد اقعد. اتفضلي. ها الحقيقه انا اعرفك كويس يا مدام نور، وعارف انك كأم حنونة وعظيمة، وتحملتي مشقة تربية بناتك بقوة وشموخ. اللي قدامك دي يا استاذ امجد وجهة بحر الحياة بدون عوامة، لكن معلش خلينا في الموضوع اللي حضرتك عايزني فيه لان انا مستعجلة. الموضوع باختصار عمرو ابني وبنت حضرتك عدال. أنا قلت شروطي وكانت النتيجة الإهانة من السيدة انتصار طليقة حضرتك، وبعد ما أنقذت حياتها وعرضت نفسي للخطر طلعت في التلفزيون جابت سيرة الحادثة كلها وما جابتش سيرتي. ست سودة، سودة من جواها. هي من ناحية سودة فهي سودة حضرتك، بس ذنب الولاد إيه؟ الله، وأنا ذنبي إيه؟ أجوز بنتي لابنها يورث غدد الحقد يطلع الحفيد إيه؟ مسمم؟ حضرتك أنا بوعدك إن بنتك مش هتشوف انتصار. عمرو ابني قاعد معايا هو وأخته. أيوه يعني مش هتشوف انتصار إلا في المناسبات السعيدة. ما أعتقدش هيبقى في مناسبات سعيدة. أستاذ أمجد مش قادرة أنسى الإهانة دي، كانت في بيتي والله لو شفتها في الشارع فيس تو فيس هفسفس لها كده نفخة. طيب واللي يخليها لك تبوس القدم وتبدي الندم وتعتذر لك قدام كل الوطن العربي؟ يا سلام، إزاي؟ ورجعنا بعد الفاصل، ويشرفنا النهاردة إن إحنا يكون معانا عميد سجن القناطر المأمورة
نور عز الدين، اهلا وسهلا، تشرفنا. تمام سيادتك، اهلا بسيادتك واهلا بالساده المشاهدين سيادتك، وكل عام وانتم بخير سيادتك. ايه واحنا في العيد يعني شايفاني ماسكه العلم ولا ايه؟ اهلا بحضرتك. اهلا. الحقيقه سيادتك انا سعيده جدا ان سيادتك الغمامه اللي كانت على عين سيادتك شلتيها خالص، وعرفتي دور الشرطه النسائيه سيادتك. دور الشرطه النسائيه ايه يا جماعه؟ هم مالهم بادئين متحفزين قوي كده ليه؟ هو انت يا بنت انت غاويه تقلقي نفسك على الفاضي؟ ما هم زي السمنه على العسل قدامك اهو. اسكتي بقى. انا غيرت. عندك حق يا منى، ما الحلقه ماشيه زي الفل اهو. انا لسه مصره على ان المراه مالهاش غير بيتها. ايوه، اي مجال تاني غير الشرطه. اي عمر. ايوه حضرتك، لان احنا لينا الحلقه بدات هي وانا قاعده بتفرج. الست ما ينفعش ابدا. لا لا ان شاء الله ربنا يستر باذن الله. نعم نعم. انا لو اعرف ان سيادتك هتبقي رايك لسه بالسطحيه دي سيادتك وبالرجعيه دي سيادتك، انا ما كنتش حضرت الحلقه دي سيادتك معاكي، لان كده معناه غلط خالص ان انا احضر واسجل مع حضرتك، لان ده يعتبر خيانه لزمايلي الشرطيين سيادتك. هو حضرتك ايه اللي اوحالك ان انا غيرت رايي؟ الله 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 الله، لما انت ما غيرتيش رايك سيادتك، مستضيفاني عندك ليه سيادتك؟ عشان تخرجي عقدك سيادتك؟ يعني هي نفسنا سيادتك ولا ايه سيادتك؟ ايوه اعزائي المشاهدين، ايوه احنا فاصل وهنرجع تاني معاكم. اهلا بيكم، انتظرونا. جرى ايه يا ست انت؟ انت جايه تهزقيني هنا في البرنامج عندي؟ انا ماسكه لساني بالعافيه، انا ما نطقتش. انا لو سبت لساني عليكي هخليه يعمل لك عمليه ازاله كرامه وامسح بكرامتك الارض هنا في الاستوديو. تمسحب مين؟ لا فوقي. لا ده انت عايزه بقى تتربي من اول وجديد. بس 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 سكت الكلام. بدا العمل. تسمحي لي، اسمحي لي بالرقصه دي لو سمحتي. اسمحي لي اسمحي لي. لا اتفضلي 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 اتفضلي. ايه ده؟ ايه اللي جابني؟ ايه اللي جابني عند اسكتي. ما شافوهمش وما بيتخانقوش. كتفاني لا يمكن تتخان. كتفاني لا يمكن تتخان. فضل الدعاء فاصل. يا طارق اللي حصل يا بنات في الفاصل؟ انا حاسه ان ماما هتمشي مش هتكمل البرنامج ده. ربنا يستر يا عداله. ما انا متصالح ان هو بعد 5 ثواني. 5 4 3 2 1. سجل مع الست. اوعي. انا ماليش، مش هسجل. هوا هوا يا هوا. انا مالي انا هوا ولا ايه؟ ده بتاع مين ده؟ اعزائي المشاهدين رجعنا بعد الفاصل، وانا عايزه اقول لكم ان يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأنا النهاردة استضفت الحاجة نور النهاردة علشان تقول رأيها بصراحة. لا الموضوع ده ملوش رأيين سيادتك. أيوة. الموضوع ده مش قضية جدلية سيادتك. لأن دي إنجازات الشرطة النسائية على مرأة وبسمع من الجميع سيادتك، واللي ما بيشوفش من الغربال سيادتك يروح يكشف نظر سيادتك. وليه حضرتك مصره انك انت تفرضي رايك على الجمهور؟ ما تسيب الجمهور هو اللي يقول رايه. انا مش بفرض رايي سيادتك على الجمهور، انا بواعيه وعلى راي المثل. واعيني سيادتك ولا تخديني سيادتك. على اي حال نشكركم لوجودكم معنا النهارده في الحلقه الساخنه دي، والى اللقاء في برنامج تاني خالص ان شاء الله. تعالي ده انا هنفخ وشك على 90. يا زباله الاعلام، يا زباله، يا بوائي، يا بوائي البرامج. تعالوا هتقولي فين مسدسي؟ مسدسي فين؟ مسدسي وريني شعرك العيال دوت. الو، ايه يا عمر؟ الهدايا يا عمر، خلاص بعد اللي حصل النهارده مفيش امل في جوازنا. ايوه هي دي الحقيقه، الوداع، الوداع يا عمر، الوداع. زي ما ابوك عكها ابوك هيحلها. بجد والله؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ده انت لو ساكن في نفق
اجيبك. حماتك دي شكلها لبط. ارزا ملكش في الطيب نصيب. انت ناسي ان احنا متجوزين؟ هو فعلا الموضوع انتهى. انت جاي تنحتنا؟ كبسه كبسه. ايه مش مصدقني يعني ولا ايه؟ تحبوا الكلبشات لونها ايه؟ فوشيا ولا بتقع على الجنب؟ لا دي هنا. انا جدي كان اشهر مراود وحوش في العالم. يلا نار يلا نغني يا نسري يا نسري. يلا طلعت ظبط اي كلام. الأم لما بتبقى أم ما يهمهاش غير مصلحتك وطنك وبيتك وقت الهم وفي حضنها بتلاقي راحتك. الأم لما بتبقى أم ما يهمهاش غير مصلحتك وطنك وبيتك وقت الهم وفي حضنها بتلاقي راحتك. ولو تقول بتقولها ألف بتبقى ما بتسألش عليها ولسه ما ترفع إيديها وتدعي لك ربنا يحميك ويبارك لها دايما فيك وتقول من قلبها ده الغايب الغايب حكيت دايما شايف.